مستوى جدا 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 متدني، ولكن في نفس الوقت عندما نقيس المعايير وما يقدمه الأساتذة فيعتبر أن هناك سد منيع يحافظ ويحاول أن يحافظ على التعليم داخل بلدية كبر. سوف نقف جانب بجانب كفريق واحد من الطلبة، من الأساتذة، من مدراء المدارس، من المجلس البلدي، الكل يجب أن يتحمل المسؤولية. نتمنى أستاذ سعيد وأنت قريب من السبب. المهرجان التعليمي لتكريم أوائل الطلبة بمدرسة ثانوية كاباو، ويسرني أن أتقدم بأحر التقدير والشكر والاحترام لكافة أعضاء هيئة التدريس بهذه المدرسة على سنة أولى ب ريان سعيد ربيع، التقدير ممتاز نسبة النجاح 98.3. الترتيب الأول الشكر والتقدير لكافة أعضاء هيئة التدريس بهذه المدرسة، وكذلك أخص بالتهنية لكافة الطلاب الأوائل. اللهم الصلاة والسلام على رسول الله. الطالب محمد ناجي رمضان الصلاي أحد الطلبة المتحصلين الأوائل على مدرسة ثانوية عالية الشوش، وقدم الشكر إلى هيئة التدريس ومدير مدرسة ثانوية عالية الشوش وعميد بلدية كاباو لحضورهم هذا الحفل وتكريم الطلبة الأوائل، وهذا يشرف مدرسة ثانوية عالية الشوش وكاباو، والشكر والتقدير إلى مدير مدرسة ثانوية عالية الشوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.